بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. سيتم الاحتفال بعيد الأضحى في جميع أنحاء البلاد اليوم بالإخلاص والاحترام ديني، وستكون هناك تجمعات صلاة العيد في جميع المدن والبلدات والقرى الصغيرة والكبيرة. يلقي العلماء الضوء على فلسفة التضحيات العظيمة لحضرة إبراهيم وحضرة إسماعيل عليهم السلام بعد السنة الإبراهيمي. سيضحى الناس بالحيوانات. هنا رئيس الوزراء محمد شهباز شريف العالم الإسلامي بعيد الأضحى، وقال إن عيد الأضحى هو رمز للروح، التضحية والمساواة والرحمة. وقال رئيس مجلس الوزراء إن فلسفة الأساسية لعيد الأضحى هي نكران الذات والإخلاص والإلقاء عائز الناس في سبيل الله، المساواة وتطهير الذات ونقاء العواطف في ثمار هذا التضحية العظيمة التي بدونها لا يمكن للمرأة أن يصل إلى الرو الحقيقة للسنة الإبراهيمي. أكد قيادتي باكستان والقطر أجمعها على زيادة تعزيز العلاقات الصناعية، حيث أجرى رئيس الوزراء محمد شهباز شريف وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني اتصالا هاتفيا. تم خلاله بحث العلاقات الصناعية. أمير قطر عرب أن أطيب التمنيات وهنا عيد الأضحى. كما عرب الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أن مشاعر حسن النية أثناء تهنية رئيس الوزراء شهباز شريف وشعب باكستان بالعيد. كررت باكستان وتركيا التزامات بمماثلة توسيع التعاون في مجالات الدفاع والاكتساب والقطاعات الأخرى. أجرى رئيس الوزراء محمد شهباز شريف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية تم خلاله باحث العلاقات الثنائية، حيث عرب أن أطيب التمنيات أثناء العادة. في المسجد الحرام والمسجد النبوي كانت هناك تجمعات روحية لصلاة العيد. الحجاج الذين وصلوا إلى منى من مزدلفة رشقوا الشيطان الكبير بالحساب والفتح والإهرام بعد الخاتم أثناء أداء مناسك النهر بعد رومي، ولتجنب الضفار يرسل الحجاج الرومي على الشكل قوافل حسب الجدول الزمني. تنتهي مناسك الحج بعد طواف الزيارات وثلاثة أيام من قيام منى ورشق الشياطين الثلاثة بالحساب. شغل رئيس الوزراء محمد شهباز شريف لجنة رفيع المصطفى لإعادة هيكلة وإصلاح والإعادة تأهيل الخطوط الجوية الباكستانية، وستكون هذا اللجنة التي يرأسها وزير المالية بتقييم خيارات المختلفة وتقديم التوصيات فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية. قال رئيس الوزراء أثناء ترويسه اجتماع المراجعة في لاهور إن شركة الطيران الوطنية لديها القدرة على الخروج من العجز، ولهذا الغرض لغني عن الإصلاحات، ومن ضروري أن يدير خبراء الإدارة المحترفون هذا المؤسسة على أساس الربا والخسارة. في كشمير المحتلة فرضت حكومة مودي قيودا صارمة في سرينغر ومناطق أخرى تحت ستار أمن أمرناس يسرى لمنع الناس من أداء صلاة العيد والاحتفال بالعيد. وفقا لخدمة كشمير العالمية تتدخلت سلطات الاحتلال علنا في الأمور الدينية ولم تسمح حتى لصلاة العيد في عيد الغو التاريخي في سرينغر اليوم. وسفى الزعيم المعتمر الهورية لعموم الأحزاب شبير أحمد شاه تحرك الحكومة الهندية للآخر معتمر للقضاء في سرينغر، كما حولت أخرى لتدليل المجامد الدولي بشأن الوضع الأرض في جامو وكشمير المحتلة. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.